حياكم الله مشاهدينا، واهلا بكم الى نافذتنا اليوميه التي نرصد لكم من خلالها مستجدات وباء كورونا حول العالم. ففي اكبر دراسه من نوعها شملت 1542 مريضا، قالت جامعه اوكسفورد البريطانيه ان عقار هيدروكسي كلوروكين لم يخفض اعداد الوفيات ولا الوقت الذي يمضيه المرضى في المستشفيات ولا غير ذلك. من بريطانيا إلى مصر، حيث أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من المرض، وذلك لعلاج الحالات الحرجة في المستشفيات. أما في الكويت فقد حذر أطباء نفسيون من الآثار النفسية والمجتمعية لفترات الحظر الطويلة، فالحجر المنزلي برأيهم يتسبب باضطرابات القلق والاكتئاب وغيرها، وهو ما قد يسبب مشكلات اجتماعية وسلوكية وأسرية. هذه بعض عناوين نافذتنا لهذا اليوم، ولكن قبل الخوض فيها نتوقف عند أبرز إحصائيات الوباء عالميا، حيث تشير الأرقام إلى اقتراب أعداد الإصابات حول العالم إلى ما يقترب من 7 ملايين إصابة. أما أعداد الوفيات فهي تقترب من 400,000 حالة وفاة. أعداد المتعافين من المرض هي تقترب من 2,800,000. طبعا الولايات المتحدة ما تزال تحتل المرتبة الأولى في أعداد الإصابات وأعداد الوفيات أيضا. الرئيس دونالد ترامب جدد اتهامه للصين بإخفاء معلومات أدت لتفشي سريع لفيروس كورونا حول العالم. فالولايات المتحدة سجلت حتى الآن ما يزيد عن 1,900,000 حالة إصابة. أعداد المتعافين في الولايات المتحدة تقترب من 500,000، أما أعداد الوفيات في الولايات المتحدة فهي تقترب من 110,000. البرازيل التي جاءت في المرتبة الثانية، حيث الرئيس البرازيلي هدد بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية لأنها مسيسة على حد قوله. فالبرازيل سجلت ما يزيد عن 614,000 حالة إصابة، أعداد الوفيات فيها زادت عن 34,000، أما أعداد المتعافين فالبرازيل لم تذكر هذه الأرقام. روسيا التي جاءت في المرتبة الثالثة، ما تزال الحكومة الروسية حتى الآن تلزم كبار السن بتجنب الخروج من المنزل إلا لأسباب قاهرة. فروسيا سجلت حتى الآن ما يقترب من 460,000 حالة إصابة، أعداد المتعافين هي أرقام جيدة 220,000، أما أعداد الوفيات في روسيا فهي زادت عن 5,700. بريطانيا يقول خبراء الصحة فيها أن الحكومة لم تستشرهم في قرار إلزامية ارتداء الكمامات في المواصلات العامة. فالمملكة المتحدة سجلت حتى الآن ما يزيد عن 286,000 إصابة، أما أعداد الوفيات فهي تجاوزت 40,000. أعداد المتعافين لا تذكر المملكة المتحدة هذه الأرقام. إسبانيا التي مر حتى اليوم 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة فيها، سجلت اليوم إسبانيا ما يزيد عن 241,000، أعداد المتعافين زادت عن 150,000، وأعداد الوفيات زادت عن 27,000. طبعا الهند هي التي اليوم تجاوزت إسبانيا ودخلت في النادي الخمسة الكبار المصابين، سجلت ما يزيد عن 245,000 إصابة، وأعداد الوفيات فيها تقترب من 7,000، وأعداد المتعافين زادت عن 118,000. الآن نذهب إلى شبكة مراسلينا حول العالم، نستطلع الأوضاع كل في العاصمة والمدينة المتواجد فيها. أبدأ معك علام صبيحات في إسطنبول. إذن هناك أعداد كبيرة من حالات التشافي وانخفاض كبير أيضا في أعداد الوفيات في تركيا، ربما 18 حالة وفاة فقط اليوم. بالفعل، دعنا فقط نوضح أن هذه الإحصائية هي اليوم أمس، وحتى الآن إحصائيات اليوم الساعات 24 الأخيرة لم تصدر حتى الآن. آخر إحصائية رسمية حتى الآن كانت 18 حالة وفاة في الساعات 24 و 930 حالة إصابة، بينما كانت حالات الشفاء 1,622 حالة شفاء. حالات الإصابة، مجموع حالات الإصابة وصل إلى 168,340 حالة، بينما كان مجموع حالات الوفاة 4,648، ومجموع حالات الشفاء 133,400 حالة شفاء، بينما
الملفت أن عدد يعني من تم فحصهم خلال 24 ساعة وصل تقريبا إلى 58 ألف حالة حتى الآن، وبالتالي هذه هي آخر أرقام صدرت حتى الآن حتى اللحظة من الجهات الرسمية التركية، وبناء على هذه الأرقام هي تستند إليها في الإجراءات التخفيفية التي بدأتها عمليا بشكل موسع منذ الأول من الشهر الجاري. اليوم لم يتم فرض حظر تجول للمرة، حظر تجول على 15 ولاية تركية في العطلة الأسبوعية أي السبت والأحد. نعم. منذ مدة طويلة، منذ تقريبا 3 أشهر هي المرة الأولى، وبالتالي كانت الشوارع والأماكن العامة مزدحمة جدا، وهذا يشكل يعني تخوف كبير للجهات الرسمية وللمعارضة على حد سواء. نعم، إكرام الأزرق في الرباط، إذن انخفاض أعداد الوفيات، وتسجل اليوم المغرب 0 حالة وفاة، وأعداد الإصابات أيضا 61 حالة إصابة. الصورة لديك. طبعا 61 إصابة حالة جديدة هي لغاية الساعة 10 صباحا. نحن في انتظار بلاغ لآخر الإحصائيات للحالة الوبائية لليوم والتي سيعلن عنها بعد قليل. 61 حالة رفعت من الحالات المؤكدة إلى 8132 حالة. بالنسبة في صفوف حالات الشفاء فكانت هناك 10 حالات شفاء، ليرتفع العدد إلى 7278 حالة. ولله الحمد لم تسجل أي حالة وفاة لغاية الساعة 10 صباحا، فنسبة الفتك تقل نوعا ما إلى 2.6%، أما نسبة الشفاء فتتجاوز 80%. قبل أسبوع أو في بداية الأسبوع أطلقت وزارة الصحة برنامج أو تطبيق وقايتنا، واليوم وصل إلى 1 مليون تحميل خلال هذه أو 5-6 أيام منذ بداية هذا التطبيق. هذا التطبيق يخول أو يقوم بتتبع حالات المخالطين الذين كانوا على مقربة من الأشخاص المصابين بفيروس الكورونا، وتتم الدولة بالتكفل بهؤلاء المخالطين خالطين وتتبعهم. نعم. صحيا. وكل هذه يعني الإجراءات ربما تخفف من أعداد الإصابات ومن حالة العدوى. أنتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. نيفين سليم، هناك 23 حالة شفاء في قطاع غزة، وأيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفاع أعداد حالات الشفاء إلى ما نسبته 83%. نعم، يعني في الأراضي الفلسطينية خلال ال 24 ساعة الماضية لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا، ونسب التعافي وصلت إلى 86% من حالات الإصابات التي وصلت في مجمل الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 600 إصابة. شفي منها حتى اللحظة 555 إصابة، كانت من هذه الإصابات 70 إصابة في قطاع غزة، شفي منها 41 إصابة. وفي قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية أجريت 23 عينة، جميعها ظهرت بنتائج سلبية، وبالتالي أمام نسب التعافي الكبيرة ربما التي يمكن أن نصفها في الأراضي الفلسطينية، الحكومة سواء في الضفة أو في قطاع غزة خففت من نسب الإجراءات الاحترازية داخل المدن، فتحت المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح، لكن ضمن إجراءات أيضا التباعد الاجتماعي وتحديد تحديد أعداد المرتادين لهذه. نعم. الأماكن. لكن هنا في قطاع غزة رغم يعني ارتفاع نسب التشافي، لكن الوزارة اليوم حذرت وقالت ما زال القطاع في عين الخطر، خاصة أن الدول المحيطة بالقطاع تسجل منحنى متسارع من الإصابات، وأنه. نعم. إذا فتح معبر رفح لدخول عدد جديد من العالقين فمتوقع أن يكون عدد جديد من الإصابات. نعم. نعم. ننتقل إلى القاهرة. أحمد مصطفى، هناك تجربة مصرية جديدة تحدثت عنها وزيرة الصحة والسكان، تتعلق باستخدام بلازما دم المتعافين في علاج الحالات الشديدة. حدثنا عن هذه التجربة المصرية. وزارة الصحة المصرية أعلنت نجاح تجربتها في حقن المصابين بفيروس كورونا المستجدة عن طريق بلازما
الدم للمتعافين من هذا الفيروس والذين يصل عددهم إلى أكثر من 8000، وبالتالي ناشدت المتعافين من هذا الفيروس ومن الإصابة بضرورة الإسراع إلى مراكز الدم المختلفة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية، وخصصت 5 مراكز ومعامل مركزية للتعامل مع المتعافين من فيروس كورونا لسحب بلازما الدم وحقن المصابين بفيروس كورونا، لسيما بعد أن ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 31000 إصابة حتى الآن، وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 1100 حالة وفاة. وبالتالي كانت تجربة وزارة الصحة المصرية كما قالت الوزيرة تجربة ناجحة، وستقوم بتعميمها خلال الفترة المقبلة، يعني يتوقع الإعلان عن مزيد من حالات الشفاء خلال الفترة القليلة الماضية. أيضا في المقابل قامت وزيرة الصحة المصرية بالمرور على عدد من المستشفيات اليوم للتأكد من توافر المستلزمات الصحية والطبية للأطباء وللمصابين، وقالت وزيرة الصحة المصرية في تصريحات صحفية أنه تم إلغاء عقار التامفلو الخاص ببروتوكول وزارة الصحة وتم إزالته من هذا البروتوكول بعد أن ثبت عدم فاعليته. أيضا في المقابل على المستوى الميداني هناك العديد من التفقدات لوزراء مختلفين، من بينهم وزير الشباب والرياضة الذي قام بتفقد عدد من المنشآت الرياضية اليوم من استعدادا لفتح المجال الرياضي والأنشطة الرياضية بقرار من مجلس الوزراء بعد أيام قليلة سيصدر هذا القرار، فضلا عن وجود العديد من الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا السياق. نعم عبد الله الزعبي، في دبي يعني رفع للإجراءات تبدأ من الغد مع وصول أو تجاوز أعداد حالات الشفاء، حالات الإصابة في الإمارات العربية المتحدة. نعم بالفعل، يعني حالات الشفاء الآن فاقت 20000 حالة شفاء، حيث وصلت إلى لغاية الآن قبل الإحاطة الإعلامية التي ستنطلق بعد قليل فاقت أو وصلت إلى 20337 حالة شفاء من 37642 حالة إصابة مسجلة لغاية الآن في الإمارات، أيضا منهم 274 وفاة، أي أن هناك أو أكثر من 17 أو 1000 إصابة مسجلة لغاية الآن في الإمارات. كما ذكرنا ونذكر دائما بأن الإمارات تعود الآن إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، خاصة أو مع القرار الذي صدر الأسبوع الماضي وسيبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد بعودة الموظفين إلى الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية على المستوى الاتحادي بنسبة 50% بعد أن كان 30% الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا. أيضا أريد أن أنوه إلى نقطة هنا، أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربيا والحادي عشر عالميا في مستوى أو قائمة الدول الأكثر أمانا من فيروس أو العدوى من فيروس كورونا، بالإضافة إلى المركز 20 عالميا في كفاءة الحجر الصحي، وفي المركز الثالث في مؤشر كفاءة المراقبة والكشف عن فيروس كورونا. هذه الأرقام طبعا جاءت بعد الإجراءات أو مجموعة من الإجراءات والخطط الاستراتيجية التي اتبعتها دولة الإمارات مع دول أو بقية دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين هنا. نعم عبد الله الزعبي من دبي وشبكة مراسلين حول العالم، شكرا جزيلا لكم جميعا. إلى آخر المستجدات الطبية، ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. في أكبر دراسة من نوعها شملت 1542 مريضا، قالت جامعة أكسفورد البريطانية إن عقار هيدروكسي كلوروكين لم يخفض أعداد الوفيات ولا الوقت الذي يمضيه المرضى في المستشفيات. ومن بريطانيا إلى مصر، حيث أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من المرض، وذلك لعلاج الحالات الحرجة في المستشفيات. وفي الكويت تحذر أطباء من الآثار النفسية والمجتمعية لفترات الحظر الطويلة، فالحجر المنزلي برأيهم يتسبب باضطرابات القلق والاكتئاب وغيرها، وهو ما قد يسبب مشكلات اجتماعية وسلوكية
وأسرية. من تونس ينضم إلينا الدكتور سهيل العلويني المتخصص في الأمراض الجرثومية. أهلا بك مجددا دكتور سهيل. يعني لماذا هذا الجدل الكبير حول مسألة الهيدروكسي كلوروكين؟ جامعة أكسفورد بدأت منذ مارس الماضي وأيضا في شيكاغو في الولايات المتحدة التجارب على علاج أو دواء ريمديسيفير، وأيضا هناك علاج آخر في اليابان علاج أفيغان. هيدروكسيكلوروكين ما مشكلته مع هذه الدول ومع هذه الدراسات؟ مرة يقولون أنه لا يفيد، ومرة أخرى البروفيسور راؤول في باستور في مرسيليا في فرنسا أكد أنه يجب هذا الدواء أن يعطى في المراحل البدائية وقبل استفحال الحالة. شكرا على استضافة، تحياتي كل مشاهدين قناة الغد. حياك الله. في الحقيقة الهيدروكسيكلوروكين شكل نوع من النقاش دخلنا في متاهات وكان محبذ لندخل فيها، ولكن المهم أن الهيدروكسيكلوروكين هو دواء موجود ومتوفر ورخيص الثمن، فعادة معناها أغلب الناس اللي استعملته على لأنه متوفر وخرج كلام أنه مفيد. في الحقيقة الأمر من الناحية العلمية البحتة لا نستطيع أن نجزم أنه مفيد أو لا مفيد إلا بعد أن يكون في دراسات علمية نسميها بروسبكتيف، معناها دراسات استباقية، معناها لا رجوع إلى الوراء للملفات متاع المرضى الذين أخذوا الدواء، وهذا لم يحصل إلى الآن. في دراسات الآن تقوم بها عدة منظمات ومنها منظمة الصحة العالمية، ولكن النتائج لم تستوفي بعد، فلذلك لا نقدر أن نجزم قطعا. ولكن دكتور سهيل، هذا الدواء تم تجربته حتى لديكم على نطاق واسع في تونس وفي المغرب، وربما أعطى نتائج إيجابية جدا. حالات الوفاة في تونس والمغرب والدول التي استخدمت هذا العقار هيدروكسيكلوروكين إضافة الأزينتروميسين مضاد الالتهاب أعطت نتائج إيجابية جدا. حتى الولايات المتحدة اشترت 28 مليون جرعة من الهند لهذا الدواء وخزنتها، حتى الرئيس ترامب استخدمه على سبيل الوقاية لمدة أسبوع. إلى متى يستمر الجدل حول الدواء؟ هو الجدل حاصل لأن أنا قلتها سابقا وأعود أكررها، تقريبا 80% من الناس الذين يمرضون بالفيروس هذا، بالكورونا فيروس 19 الكوفيد، حقيقة الأمر أنه 80% سيشفوا بطبيعتهم، معناها كأي إنسان أخذ دواء أو لم يأخذ دواء. نكون واضح، نقطة مهمة جدا هذه. نعم. بالضبط. أنا أعرف يعرف عامة الناس أن زي الأنفلونزا، معناها البرد العادي، تأخذ دواء أم لم تأخذ دواء هو سيأخذ 4 أيام إلى 5 أيام لكي يشفى منه. فنفس الشيء قاعد يحصل الأيام هذه، أنا ضي رأيي الخاص، يحصل مع الهيدروكسيكلوروكين، لأن أثبت الآن أن الهيدروكسيكلوروكين في الحالات المستعصية، أي الإنسان الذي يدخل للإنعاش ويأخذ الأكسجين ويمر على ممكن حتى على التنفس، لا ينفع معه. وهذه حتى راولت، معناها اللي هو معناها من أكثر أشد المدافعين على هذا الدواء، يقولها، يقول لك في الحالات المستعصية ليس له. فأنا أتكلم على حالات أصلا هي سيكون شفاء متاحة طبيعي. أنت قلت لي في تونس الآن الحالات الذي هي معناها في الحالات الأموات رحمهم الله، هم أصلا رأوا العدد القليل، يرتكز على العدد القليل من المصابين، ليس له علاقة هي تقريبا معناها النسبة العالمية الآن معناها في حدود 0.5% أو 1% من الأموات، من الوفيات، من الذين يمرضون بالفيروس، فهي نفس المعادلة تقريبا نحن فيها وفي كل بلدان العالم. نعم. تقريبا. فأنا بصراحة لست مقتنع إلى يومنا هذا من ناحية العلمية البحتة بجدوى استعمال الهيدروكسيكلوروكين، لكن الحاجة الوحيدة المقلقة في هذا الموضوع أن الهيدروكسيكلوروكين لها أثار جانبية ممكن تكون خطيرة، فلذلك معناها الحذر في استعمال الدواء يبقى معناها أثارها على مسألة تجمط الدم. الآن إلى نقطة أخرى وهي تجربة العلاج المرضى في الحالات الشديدة. نعم. التي لا ينفع معها الهيدروكسيكلوروكين والحالات الموجودة على جهاز التنفس الصناعي، استخدام بلازما دم المتعافين. ما هي نظرتك إلى هذه التجربة؟ نعم. وهل يمكن أن تعتبر هي العلاج الأنجع بالنسبة للمصابين في الحالات الحرجة؟ طيب، هو معناها كويس السؤال هذا، لأن حاليا نحن نعرف الحالات التي
معناها شفيت من هذا المرض اصلا، معناها شفيت لانها كونت من الجسم نتاعها كون مضادات ضد هذا الفيروس اللي نسميهم بالانجلش الهيمينوغلوبولين. فعموما النتائج نتاع النتائج اللي حصلت الان باستعمال البلازما نتاع المرضى اللي هما شفيوا من هذا الفيروس تكون ناجعه، وانا اتصور انها ناجعه كذلك. لماذا؟ لان انت تستعمل اساسا في المضاد الحيوي الذي هو صنعه جسم المريض لمحاربه الفيروس، فالانتقال معناها الى جسم اخر معناها عن طريق البلازما كذلك يعطي نتائج ايجابيه، وهذه اللي حصلت في الامارات، حصلت في مصر، حصلت في بلدان كثيره استعمالوا رو. لكن الاشكاليه الوحيده اللي عندنا الان هي الكميه، اللي تعرف انت كميه البلازما هذا من مرضى مش اولا هو ياخذ من الدم جلوبال معناها البلاد معناها ويقع استخراج البلازما، فاستعماله معناها لا ما عندناش الكميات الكافيه لكي يستعمل عند كل المرضى، فهو استعمال تجريبي وناجح. انا اتصور انه ناجح. هل يمكن البناء على هذه البلازما بان تتحول الى التصنيع؟ هل هذا ممكن من الناحيه العمليه؟ هو صعب جدا. انا حاعطيك مثال بسيط، شوف باش الناس تفهم على الاقل معنى البلازما. هو مش نبعد شوية على الفيروس، ولكن هو تقريبا هي من المفهوم الإنسان الذي يلدغ بحية وعندنا في كل البلدان العربية بكثرة، يستخرج البلازما بتاع الحصان الذي يلدغ كذلك بالحية لعلاج كمضاد ضد السم. نعم. الذي أتى من الحية، فهو الترياق بالضبط هو نفس الشيء الآن نستعمل فيه رو. نفس الطريقة، لأنه الإيمونوغلوبينيز هي نفسها تقريبا مختلفة بطبيعة الحال، ولكن طريقة العمل متاعها هو نفسه. فلذلك معناها الاستعمال متاعه بطريقة معناها شاسعة مش سهل، يجب أن يجدوا طريقة لصنعه، وهذا مش سهل. صنع الهيمونوغلوبينين هذه بالذات ليس بالهين بالمرة، لأنها بروتيين ومكونة معقدة، فالاستعمال الأسهل الآن هو الأخذ من البلازما، ولكن الكميات لن تكون معناها الكم الهائل الذي نحتاجه الآن لعلاج المرضى الموجودين في العالم كله. فهو الحل بصراحة معناها لكي نعملها قصيرة هو الفاكسينيشن. الإنسان حيصنع بنفسه هو الهيمونوغلوبينين وحيحارب الفيروس بطبيعته، ولن يستطيع أن يسيطر عليه. نعم دكتور سويلة، أنتقل معك إلى النقطة الأخيرة وهي تحذير الأطباء النفسيين من الأثار الجانبية والصعبة لفترات الحجر الطويلة، الأثار الاكتئاب والأزمات النفسية وما يسببه ذلك أيضا من مشكلات أسرية. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل هناك مخاطر جدية فعلا من حالات الحجر الطويلة؟ بطبيعة الحال نعم هذا مؤكد، لأن الإنسان عندما يقع حجره في مكان مضيق بالذات معناها في بيئة في البيت مع العائلة متاعه ممكن تقع مشاكل معناها، وهذا حصلت في بلدان كثيرة معناها الآن ما بين قوسين معناها العنف ضد النساء معناها ارتفع في كثير من البلدان، هذا واقع جدا. كذلك معناها نسبة الطلاق معناها في فرنسا نقرأ في مقالة ارتفعت كثيرا. ناهيك على ذلك الأطفال الصغار الذين هم معناها غير متعودين في البقاء في البيوت لمدة طويلة، حتى معناها يسبب لهم اكتئاب ويسبب لهم كمالك في نفس الوقت من الخوف الذي زرع. إذن في هذه الحالة دكتور سويل وهذه المخاطر حقيقية فعلا، هل هناك حجر ذكي، حجر من نوع خاص يمكن اللجوء إليه لدرء هذه الأثار النفسية على المحجورين؟ هو لو كان الإنسان ملتزم، معنا احنا تشوف جربنا في تونس في فترة البداية، لو كان الإنسان حقيقة ملتزم، ولكن صعب جدا ملتزم بالقرارات اللي هي تأخذ معناها التباعد الجسدي، المسافات ما بين البعض، كنا معناها نتجاوز هذا الحجر الصحي، وحصلت في بلدان كثيرة رغم اللي هما كذلك لم يتجاوز. معناها في السويد مثلا تجاوزوا الحجر الصحي، وحتى في ألمانيا نوعا ما، ولكن يبقى أن من غير الحجر الصحي عدد الحالات يكون كثير، لأن بني آدم معناها صعب جدا تفرض عليه، بالذات احنا في العادات نتاعنا والتقاليد نتاعنا العربيه، التقارب، القبولات. نعم. التسليم باليد، ساعات العناق، هذه كلها معناها واحنا لاحظناها في البدايه، ولذلك احنا اخذنا الحجر الصحي، ما كانش في حل ثاني. نعم. ورغم ان له مساوئ، معناها المساوئ ان فما اطفال الان يخافوا يخرجوا للشارع الان صاروا، ممكن هذه من الاشياء اللي شفناها كذلك معناها يسميها اغورافوبيا معناها، وهذا معناها طبيعه الحال لو فما. نعم. الحجر الصحي وضحت الصوره. اشكرك جزيلا، شكرا دكتور سهيل العلويني من تونس، شكرا جزيلا. مرحبا لك. مرحبا.
مصور فلسطيني اختار قضاء العزل المفروض بسبب كورونا في المساحات الخضراء حول الضفة الغربية ليوثق بعدسته مظاهر الحياة الطبيعية في المنطقة. المصور الفلسطيني محمد الشعيبي يعيش عزلة وباء كورونا بين الأشجار الطويلة والكثيفة حول قريته دير غسانة الواقعة في الضفة الغربية. يوثق الشعيبي بعدسته الحياة البرية هناك ويعكس مشاهد الطبيعة التي لم تتأثر بالوباء، أو على الأقل ليس بذات الطريقة التي تأثر بها البشر. بلشت مسيرتي في تصوير وتوثيق الحياة البرية من خلال بداية جدا كانت يعني فجأة وغير مخطط إلها، لأني نشرت صور لحيوانات أو لطيور من خلال صفحتي على الفيسبوك على السوشيال ميديا، لقيت رواج واهتمام من الناس. الشعيبي قبل كورونا كان يعمل بائعا للمجوهرات، ولكن الحظر منحه الوقت الكافي ليمارس شغفه بالتصوير وتوثيق أنواع الطيور والحيوانات التي تعيش في المنطقة. فترة حظر كورونا اللي هي كانت أنا فترة إيجابية بالنسبة إلي من ناحية تصوير الحياة البرية، كان معاي الوقت اللي هو أنا أكثر إشي بحاجته، كوني أنا في وظيفة يعني ما معاي الوقت الكافي إني أطلع أصور. ففي فترة كورونا أنا أخذت كامل وقتي في تصوير الحياة البرية. ويحمل الشعيبي بطانية ذات ألوان مموهة يغطي بها رأسه أثناء التصوير بانتظار اللحظة المناسبة، تلك اللحظة التي يمر خلالها أحد الغزلان أو الثعالب أو يحلق طيراً مزين بألوان متعددة. ختام نافذتنا لهذا اليوم، دمتم سالمين وألقاكم بخير.